بسم الله الرحمن الرحيم. لينك ستيت راوتينج بروتوكول. تمام، كنا قسمنا الراوتينج بروتوكول في الاول لاثنين كاتيجوري، كاتيجوري اسمه اي جي بي وكاتيجوري اسمه اي جي بي. اي جي بي اللي هو الانتيريور، تمام، اللي هو بيربط الراوترز اللي جوه نفس الاوتونومس سيستم. الاي جي بي اللي هو الاكستيريور، ده اللي بيربط الراوترز اللي جوه اوتونومس سيستم باوتونومس سيستم تاني. تمام، الاي جي بي ذات نفسه كنا قلنا اصلا ان هو متقسم لاكتر من كاتيجوري، صح؟ اول كاتيجوري اللي هو الديستانس فيكتور راوتنج بروتوكول، وده زي مثلا بروتوكول ريب فيرجن 1 وزي اي جي ار بي. تمام، واعتقد ان احنا قفلنا الريب تقفيله محترمه سواء فيرجن 1 او فيرجن 2. الكاتيجوري الثاني اللي احنا هناخده النهارده ان شاء الله اللي هو الليك ستيت راوتنج بروتوكول، وده على سبيل المثال زي بروتوكول الاو اس بي اف والاي اس اس اللي احنا هنركز عليه النهارده في دراسات في دراسته ان شاء الله. هنركز على مين؟ الاو اس بي اف. احنا قلنا مين اللي هناخده؟ ايوه الاو اس بي اف. تمام، الكاتيجوري الثالث اللي هو ادفانس ديستانس فيكتور راوتنج بروتوكول، وده على سبيل المثال زي ريب فيرجن 2 وزي الاي او جي ار بي. تمام، وطبعا قلنا للاسف الاي او جي ار بي اتشال من المنهج اللي علينا. تمام، طيب نمسك بقى اللينك ستيت راوتنج بروتوكول. كنا قلنا برضه عشان افهم اي راوتنج بروتوكول صح لازم ادرسه في ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه اللي هي ات ستارت اب. تمام، ات ستارت اب اساسا في اللينك ستيت راوتنج بروتوكول هو اصلا متقسم عندي لكذا مرحله. ات ستارت اب نفسها اول مرحله اسمها نيبر ديسكفري. نيبر ايه؟ ديسكفري. يعني ايه نيبر ديسكفري؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي دلوقتي تو راوترز ار 1 ار 2 الاثنين كونكتد مع بعض، ار 1 ار 2. تمام، في البدايه خالص اول ما هتشغل او اس بي اف او اي اس اي اس المفترض ان ار 1 هيبعت لار 2 مسج كده اسمها هيلو. مسج اسمها ايه؟ هيلو، بيسلم عليه. تمام، الهيلو دي عشان نتخيلها بس هتخيل ان هي اساسا صندوق فيه شويه معلومات. صندوق ايه؟ فيه شويه معلومات، من ضمن المعلومات اللي موجوده قيمه اسمها الريد. الريد ده راوتر اي دي، وفي حاجات ثانيه. تمام، الريد ده رقم بطاقه الراوتر، ده عباره عن ايه؟ رقم البطاقه بتاع الراوتر. كل راوتر عندي في شبكه الاو اس بي اف بيبقى ليه رقم بنسميه ريد، قيمه اسمها ريد. القيمه دي بتبقى يونيك على مستوى شبكه الاو اس بي اف بالكامل. تمام، وهنتكلم عنها النهارده باذن الله بالتفصيل. مجرد ما ار 1 بعت لار 2 هيلو، تمام، التو راوترز ساعتها بنقول ان هم في مرحله اسمها انت ستيت. في مرحله اسمها ايه يا شباب؟ انت ستيت. تمام، يقوم ار 2 هو كمان بعت لار 1 هيلو هو كمان. اول ما يبعت له هيلو هو كمان، تمام، اللي فيها طبعا الريد بتاعته هو كمان، ساعتها التو راوترز بنقول عليهم ان هم دخلوا في مرحله اسمها تو واي كوميونيكيشن. تو واي ايه؟ كوميونيكيشن. تمام، الحالات دي تهمني جدا ان انتوا تبقوا عارفينها. ليه؟ انا دايما بقول واكد تاني للمره المليون، شغل الشبكات مش صعب. انتوا شفتوا الرب او الناس قد ايه، الباقي كله كان ايه؟ ترابل شوتنج، صح؟ نفس الكلام الاو اس بي اف ان شاء الله لما اجي اقومه مش هياخد مني اكتر من تلت ساعه نص ساعه بالكتير بكل الديتيلز كمان. تمام، الباقي كله اغلبه هيبقى ترابل شوتنج. تمام، لو انت فهمت الحالات النظر اللي احنا بنتكلم فيها الترابل شوتنج بتاعك هيبقى كويس، هيبقى سهل. بمعنى ساعات مثلا انت تيجي على التو راوترز لقيت التو راوترز وقفوا عند حاله الانت ستيت مش عايزين يكملوا بقيه الحالات للاخر. تمام، طب ما انا فاهمه ان انت ده معناه ان واحد راوتر منهم بعت هيلو للتاني لكن لسه مش استلم هيلو. تمام، والمشكله دي شائعه فين؟ في كابلات الفايبر، لان كابلات الفايبر لو تفتكروا كنا قلنا ان هي اتنين تشانل، تشانل سند وتشانل ريسيف. فممكن يكون التشانل السند بتاعتك شغاله تمام مفيش فيها مشاكل، بس التشانل الريسيف مقطومه فيها مشكله، ساعتها هيقفوا عند انت ستيت. شفتوا الحالات دي بتفرق ازاي؟ تمام، يبقى تاني ار 1 بعت لار 2 هيلو، فبقى دخلنا في مرحله انت. ار 2 رد على ار 1 بهيلو، هو كمان دخلنا في مرحله اصحوا، ها، تو واي كوميونيكيشن. تمام، في شويه شروط اصلا عشان التو راوترز يبقوا نيبرز. تمام، بيشبهها لك في الكتاب بايه؟ ان انت اتنقلت نيبر هود جديد، حي جديد، مش كل الناس حابب ان هو اصلا يعني تعمل ريليشن ما بينهم ان انتوا تبقوا جيران وصحاب. تمام، افرض ان انت عندك حد من جيرانك بيلعب ميوزك بصوت عالي فانت مش حابب ان هو يبقى جار ليك. نفس الفكره بالظبط، ار 1 وار 2 في شويه شروط اصلا عشان يبقوا نيبرز.
الشروط دي لو اتحققت بعد كده كل واحد عنده شويه معلومات هيديها للتاني. المعلومات اللي هي ايه؟ الشبكات اللي عنده هيديها للتاني عشان نبلد عن طريقها الراوتنج تيب. ما هو الهدف كله ان انا ابلد الراوتنج تيب، تمام؟ فايه هي بقى الشروط دي؟ تو بي نيبرز. اول شرط عندي ماست بي دايركت كونكتد، تمام؟ هرصهم بس الاول كده اكتبهم وبعد كده نشرح واحده واحده. must use the same network ID and subnet mask. must use the same hello interval. must use the same dead interval. must use the same authentication and authentication type if required. must use the same area ID. خليك معايا. must agree on the same area link. نمسك بقى كلمة كلمة. اول شرط عندي ان التو راوترز ماست ان هما يكونوا دايركتلي كونكتد، بمعنى ار 1 وار 2 كونكتد مع بعض فهيبقوا جرين. هفترض دلوقتي ان عندي راوتر فوق هنا اللي هو ار 3، ار 1 وار 2 دايركت كونكتد؟ ار 1 وار 3 دايركت كونكتد؟ لا. تمام؟ في النهايه كل واحد عنده شويه معلومات في الراوتنج تيبل برضه هنتبادلها مع بعض، او كل واحد عنده شبكات هيديها للتاني بس من خلال ار 2، لكن مش هيبقوا نيبرز. مش هيبقوا يا شباب نيبرز، مش هيبقوا دايركت كونكتد، مش هيبقوا نيبرز، مش هيبقوا ايه؟ ها؟ مش المفروض ان ار 3 دايركت مع ار 1؟ هما ده هما متوصلين بسلكه؟ دلوقتي مش متوصلين بالظبط، فمش جيران. تمام؟ اللي اقصده يا علي هما دلوقتي دول جيران؟ ار 1 وار 3 لا، لانهم مش دايركتلي كونكتد. تمام؟ لكن كل واحد عنده شويه شبكات هنتبادلها مع بعض وهتظهر في الراوتنج تيبل بتاع التاني بس من خلال ار 2. الشرط ده ليه استثناءات، دي بعض الاستثناءات للدقه، ليه استثناءين. استثناء منهم هناخدها باذن الله هناخده في الكورس بتاعنا في اخر الكورس خالص، واستثناء منهم هتاخدوه باذن الله في الان بي. فينفع ان التو راوترز يكونوا مش دايركتلي كونكتد ورغم كده نيبرز بس باستثناءات معينه، انما غير كده لا. سيناريو زي اللي قدامكم ده لازم يكونوا دايركتلي كونكتد. تمام؟ الشرط الثاني must use the same network ID and subnet mask، بمعنى لو ار 1 البورت بتاعه ده عشرات 1، ار 2 البورت ده مثلا هفترض ان هو عشرات 2، مش ينفع يكون 11، لازم يكون في نفس النتورك ID، ولازم نستخدم نفس البريفكس. meaning لو انا دلوقتي البورت ده البريفكس بتاعه over 24، البريفكس ده لو على 30 مش هيبقوا نيبرز، وطالما مش نيبرز دايركتلي كونكتد هيشوفوا بعض، يعني عشرات واحد وعشرات اثنين هيبنجوا على بعض، لكن كل واحد وراه شبكات مش هيديها للتاني. واضح كده؟ تمام؟ برضو الشرط ده بالنسبه للبريفكس ليه استثناء برضو في العمل ان شاء الله هنشوفه. ينفع ان يكون هنا اوفر 24 والطرف الثاني سي مثلا اوفر 30، ينفع يبقوا نيبرز، تمام؟ بس برضو في سيناريو معين واحد بس. تمام؟ الشرط الثالث must use the same هيلو انترفل، بمعنى ايه؟ في البدايه خالص مش انا قلت ان ار 1 هيبعت لار 2 هيلو وار 2 هو كمان هيبعت لار 1 هيلو؟ الهيلو دي مش بتتبعت في البدايه بس ادي ستارت اب بس، ده كل شويه بتتبعت، كل قد ايه؟ لسه مش عارفه، ليها سيناريوهات، بس هفترض ان هي بتتبعت كل 10 ثواني، فلو ار 1 بعت الهيلو بتاعته لار 2 كل 10 ثواني، ار 2 هو كمان ماست يبعت الهيلو بتاعته لار 1 كل 10 ثواني. تمام؟ يبقى لازم يستخدموا نفس قيمة الهيلو انترفال، تمام؟ must use the same dead interval، بمعنى هفترض ان ار 1 دلوقتي بطل يبعت الهيلو بتاعته لار 2، ايه رأيكم؟ ار 2 على طول هيعتبر جاره بقى داون ولا يتقل عليه شوية؟ يصبر شوية؟ يصبر شوية، هيصبر فترة بنسميها dead interval، قيمتها قد ايه؟ لسه برضه مش عارف، ليها سيناريوهات، بس هفترض مثلا ان هو هيصبر عليه 40 ثانية. فلو ار 1 صبر على ار 2 40 ثانية، ار 2 هو كمان ماست يصبر على ار 1 40 ثانية. تمام؟ طيب الشرط اللي بعديه ماست يوز ذا سيم اوثنتيكيشن اند اوثنتيكيشن تايب. متهيألي واضح يعني ايه اوثنتيكيشن؟ يعني انا دلوقتي لو هدمج
الابديت اللي بيتم ما بين الراوترز اللي هو مثلا بكي تمام. اولا الكي لو هنا 1 2 3 ماست هنا برضو يكون 1 2 3 تمام. والاوثنتيكيشن تايب بمعنى لو ار 1 بيبعت الكي كلير تكست ار 2 مش ينفع انه يكون بيشفره بالام دي 5 تمام. واضح يعني ايه لازم يستخدموا نفس الاوثنتيكيشن اللي هو المقصود بالكي والاوثنتيكيشن تايب اللي هو المود هنشتغل كلير تكست ولا ام دي 5. وانا كاتبه بين قوسين هنا اف ريكوايرد. ليه اف ريكوايرد؟ لان اساسا التور راوترز مش شرط ان انا اشغل عليه اوثنتيكيشن. الشبكه بتبقى قايمه انا عاده بقوم الاوثنتيكيشن كلاير اوف سكيورتي. فلو انت حبيت تقوم الاوثنتيكيشن كلاير اوف سكيورتي يبقى ساعتها لازم يستخدموا نفس الكي ونفس التايب او نفس المود تمام. طيب must use the same date interval مش هتتشرح دلوقتي هتتشرح النهارده باذن الله في اخر اليوم خالص. must agree on the same area flag مش هنجيب سيرتها في الكورس بتاعنا تمام. بس انا برضو كاتباها عشان لو حد فيكم كمل مذاكره ان بي بعد كده ولا حاجه مش يقول ده ضحكت علينا. في شروط تانية اهو تمام. بس يعني مش هناخدها في الكورس بتاعنا خالص تمام. حد بقى لغايه دلوقتي وادي يا محمود تمام. ده شويه الشروط اصلا عشان التو راوترز يبقوا نيبرز تمام. دي المرحله اللي احنا اتفقنا اسمها ها نيبر ديسكفري. طب خلاص هفترض ان كل الشروط وافقوا عليها والتو راوترز فعلا بقوا نيبرز. يدخلوا بعد كده في المرحله اللي بعديها اللي هي داتا بيز اكستشينج. داتا بيز ايه؟ اكستشينج. يعني ايه داتا بيز اكستشينج؟ قال لك ان ار واحد عنده مجموعه من الشبكات تمام. زي مثلا سي على سبيل المثال شبكه 11 اوفر 24 شبكه 12 اوفر 24. يقوم ار واحد مكاري باكت اسمها ال اس اي لينك ستيت ادفرتايزمنت. يكاري باكت اسمها ايه يا شباب؟ لينك ستيت ادفرتايزمنت. ايه الباكت دي بقى؟ قال لك ده بيبقى جواها اللينك ستيت. بيبقى جواها اللينك اسم الكاتيجوري بتاعي حتى لينك ستيت تمام. يعني هيبقى موجود جواها ان اللينكس اللي عندي شبكه اسمها 11 اوفر 24 وعندي شبكه اسمها شبكه 12 اوفر 24. طب والستيت بتاعتهم اب والستيت برضو بتاعت دي اب تمام. كان في ناس تقول لي تقصدي ان هو بيبعت الراوتنج تيبل؟ لا خالص. طب ما ده الراوتنج تيبل. لا يا شباب ال اس اي انا بس بحاول ان انا ابسطها دلوقتي مش اكتر. الليفل اللي احنا فيه ده اقصى حاجه نستوعبها دلوقتي. انما ال اس اي اصلا الباكج دي بتبقى فيها معلومات اكتر من كده بكتير. ده ال اس اي اللي هيكمل فيكم ادفانسد بعد كده ان شاء الله هيكتشف ان في منها 9 انواع. 7 منهم سبورتد اصلا على اي بي فيرجن 4 و2 زياده سبورتد على اي بي فيرجن 6 تمام. فانواع والمعلومات اللي بتبقى فيها مش الكلمتين دول بس. ده بيبقى فيها هيصه ليست اوف نيبرز وحاجه اسمها كوست وحاجه مش عارفه اسمها ايه وحاجه اسمها تشيكس هيصه. واضحه كده تمام. احنا بس زي ما اتفقنا بنحاول نبسط الدنيا بس تمام. يقوم ار واحد يبعت ال اس اي بتاعته لار 2 تمام. والعمليه متبادله ار 2 برضه هيبعت لار 1 ال اس اي. وعن طريق قيم ال اس اي كل راوتر منهم هيبدا ان هو يكريت داتا بيز عنده جوه الميموري اسمها لينك ستيت داتا بيز. هيكريت ايه يا شباب؟ لينك ستيت داتا بيز. بيبقى جواها ال اس اي بتاعته وبتاعت غيره. يعني مثلا هيبقى جواها ال اس اي بتاعت ار 1 ال اس اي بتاعت ار 2 تمام. هيبقى جواها برضو ال اس اي بتاعت ار 3 تمام. يهمني في النهايه بقى بعد ما يخلصوا مراحل الاكستشينج التبادل ده تمام. يهمني ان اللينك ستيت داتا بيز على مستوى كل الراوترز تكون سنكرونايزد. سنكرونايزد يعني ايه؟ يعني كوبي وبيست. يعني المحاضره الجايه ان شاء الله لما نبدا في العملي تمام في امر كده بيعرفني اساسا اللينك ستيت داتا بيز. بيوريني اللينك ستيت داتا بيز تمام. هكتب لكم الامر ده واتنقل كده ما بين الراوترز هتحسوا كان انا فعلا واخدها كوبي وبيست ما عدا حاجات طفيفه. واضحه كده؟ يبقى في النهايه تاني داتا بيز اكستشينج معناه تبادل الداتا بيز تمام؟ طيب ازاي اصلا ار 1 وار 3 هيدبت له داتا بيز؟ قلنا تاني عن طريق ار 2. تاني في النهايه اللينك ستيت داتا بيز لازم تكون واحده على مستوى كل الراوترز اللي قدامكم دي. واضح كده؟ هنت بس كده بسيطه. المفترض دلوقتي ان ار 2 هيبعت لار 3 ايه؟ ال ال اس اي بتاعته وال ال اس اي بتاعت ار 1 صح؟ تجميعة اكتر من ال اس اي بنسميها ال اس يو لينك ستيت ابديت. بنسميها ايه يا شباب؟ لينك ستيت ابديت. يبقى ال اس يو ده عباره عن ايه؟ ال اس اي بتاعت الراوتر وبتاعت غيره تمام؟ هيبعتها لار 3.
بصفة عامة اي باكت لينك ستيت بنسميها LSB لينك ستيت باكت. يبقى اللينك ستيت باكت دي ممكن تكون LSA LSA اللي هي بتاعت الراوتر بس او LSU اللي هي بتاعت الراوتر وغيره. جاله مثلا ايه ابديت من جاره ولا حاجة يجمع ال LSA بتاعته وبتاعت جاره يبعتهم لجاره التاني يبقى دي اسمها LSU. وضحت كده؟ اي اسئلة في الجزء ده؟ دي المرحلة بتاعت الـ Database Exchange تبادل الـ Database. تمام؟ المرحلة اللي بعديها Draw a tree for each network using Dijkstra أو برضو بنسميه Shortest Path First Algorithm. تمام؟ نمسك كلمة كلمة بقى. نمسح بس ده كده. تمام؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا تبولش بالمنظر ده. ادي R1 R2 R3 R4 تمام؟ عشان في النهاية عايز اوصل لشبكة هنا سي مثلا دي شبكة العشرات. ادي R1 R2 R3 R4 عشان في النهاية اوصل قلنا لشبكة العشرات over 24. تمام؟ يقوم R1 جوه الميموري راسم شجرة بالمنظر ده ان في هنا R1 تمام عشان يوصل للعشرات قدامه كم طريق؟ طريقين. تمام؟ مرة من خلال R4 وبعد كده R3 عشان يوصل للعشرات ادي طريق والطريق التاني من خلال R2 وبعد كده من خلال R3 عشان يوصل للعشرات. تمام؟ ادي شبكة العشرات over 24 وادي شبكة العشرات over 24. تمام؟ نقرا بقى تاني كده. draw a tree for each network. الراوتر على مستوى كل نتورك عايز يوصل لها هيرسم لها شجرة جوه الميموري using Dijkstra او shortest path first algorithm. مين Dijkstra ده؟ ده اساسا عالم من العلماء هو اساسا اللي عامل اللينك ستيت كاتيجوري ده. تمام؟ للدقة هو اللي عامل المعادلة اللي بنحسب منها المترك. تمام؟ فالمعادلة اللي بنحسب منها المترك مش هتتاخد النهاردة ولا المرة الجاية بإذن الله. المرة اللي بعد الجاية إن شاء الله هناخدها بالتفصيل. هنعمل عليها لاب محترم جدا إن شاء الله. تمام؟ المترك بتاع الريت إيه هو؟ أهو نمبر أوف. يا واد المترك مش الأدمنشن ديستانس. المترك واحد. في عينك أنت وهو. المترك. عارف بالظبط كده علي صوتك ها نمبر اوف انت تقصد ان وانا نط وراك بقى قعدت وراك يعني ولا ايه؟ تمام؟ اقصد ان جنرال ان جنرال يبقى اسمه نمبر اوف هوبس. تمام؟ ومفترض اجري وراك يعني يعني ولا ايه؟ تمام؟ يبقى تاني المترك ايه بتاع الرب مين هو؟ نمبر اوف هوبس. تمام؟ المترك بقى بتاع الاو اس بي اف بنسميه كوست. بنسميه ايه؟ كوست. تمام؟ ده المترك بتاع الاو اس بي اف وده بيتحسب من معادلة اصلا اسمها معادلة الدايجكسترا لان زي ما اتفقنا اللي عامل المعادلة دي اساسا عالم كده اسمه دايجكسترا. تمام؟ اعملوا عليه سيرش كده على جوجل حاجة كده بسم الله ما شاء الله داتا بيز دايز بروجرامينج دايز شبكات دايز حاجة كده اعتقد فنلندي تقريبا والصورة اللي على جوجل كمان راجل كبير في السن بسم الله ما شاء الله. تمام؟ يعني شوف عشان اقول لكم هنا يقول لك لا ده كبر على المذاكرة. كبر على المذاكرة مين يا جدعان؟ بره اصلا علماء محدش يقول بعد كده كلمة كبر على المذاكرة دي خالص. ماشي؟ المهم تاني ايه؟ محدش يكبر على المذاكرة. يا جامد يا جامد انت. المهم تاني دايجكسترا كان مسمي المعادلة بتاعته برضو shortest path first. تمام؟ الجوريزم معادلة shortest path first اكراما ليه سموها برضو على اسمه اللي هي معادلة الدايجكسترا. تمام؟ ايه هي زي ما اتفقنا لسه مش عارف ليها لاب كامل ان شاء الله. تمام؟ طيب نقرا تاني. كل راوتر هيرسم شجره لكل الشبكات اللي عايز يوصل لها عن طريق المعادله بتاعت الدايجكسترا وبعد كده يجي على كل لينك من اللينكس اللي قدامكم دي يحط عليها قيمه الكوست اللي هي قيمه المترك اللي انا لسه مش عارفه حسبها ازاي. فافترض ان المترك على اللينك ده كده 10 المترك هنا 20 افترض ان هنا المترك 30 وهنا 40. خد بالك من حاجه الراوتر على مستوى كل شبكه عايز يوصل لها هيبدا يرسم
على مستوى اسفل كل شبكة عايز يوصل لها يرسم شجرة تمام. يعني على سبيل المثال ار واحد دلوقتي عشان يوصل لل 11 هيرسم شجرة برضه عشان يوصل لل 11 شكلها يبقى عامل ازاي. ادي ار واحد قدامه طريق من خلال ار اربعة عشان يوصل لشبكة ال 11 وفي طريق تاني من خلال ار اتنين بعد كده ار تلاتة بعد كده ار اربعة عشان برضه يوصل لشبكة ال 11 تمام. تخيلوا بقى كل نتورك عايز يوصل لها هيرسمها هيرسم لها شجره جوه الميموري. طب ما هو اصلا احنا ما كل ده بيتعمل عشان ياخد اصلا طريق. ما هو كل ده بيتعمل عشان نوصل مرحله اصلا ان احنا ناخد اصلا طريق اساسا تمام. ده المرحله ايه الثالثه كل ده هتستارت اب تمام. المرحله الرابعه بقى هيبدا ان هو يبيلد ذا راوتنج يا راجل تيبل يوزنج ذا هايست ولا ذا لوست بقى مترك؟ لوست. طب استنى عشان كده باصت قوي امسح دي. يبقى تاني بيلت ذا راوتنج تيبل يوزنج ذا لوست كوست. ذا لوست ايه؟ كوست تمام. الكوست بقى هو دلوقتي ار واحد عشان يوصل لعشرة لو مشي كده الكوست بيتحسب كوميوليتيف. كوميوليتيف يعني تجميعي. كوميوليتيف يعني ايه؟ تجميعي. يبقى لو مشي كده هيدفع هنا كام؟ 30. توتال 30 ولو مشي كده هيدفع هنا توتال كام؟ 70 تمام. هيبدا ان هو يعمل انستليشن يثبت الطريق اللي ليه كوست اقل جوه الراوتنج تيبل وباقي الطرق يرميها من الميموري. باقي التيبل باقي الطرق يعمل فيها ايه؟ يرميها من الميموري. وضحت الفكره؟ يبقى تو سامرايز تاني ايه اللي بيحصل ات ستارت اب. اول حاجه التو راوترز بيتبادلوا الهيلو وفي شويه شروط شفناها اساسا عشان التو راوترز اساسا يبقوا نيبرز تمام. بعد كده هنلاقوا ان هما كل واحد يكريت لنفسه باكت اسمها ال اس اي ويتبادلوا ال اس اي بحيث ان الداتا بيس تبقى سنكرونايز على مستوى شبكه الاوست اف الكامل. بعد كده معادله الدايجكسترا هتبدا ان هي تشتغل عشان عن طريقها نحسب افضل مسار تمام. وناخد افضل مسار نبيلد بيه الراوتنج تيبل ده اللي نحطه اصلا نعمله انستليشن جوه الراوتنج تيبل. واضح كده؟ المراحل دي قد ايه؟ ستارت اب. ندخل بعد كده في المرحله اللي بعديها اللي هي ات كونفرجنس. وقلنا كونفرجنس المقصود بيها ايوان الاستابيليتي تمام. ايه اللي هيحصل ات استابيليتي بقى؟ تو اكشنز. اول اكشن ذا راوتر will send LSE refresh تمام each 30 minute. الخطوة الثانية the router will send a hello is a keep alive each hello interval. نمسك بقى كلمة كلمة كتيرة صح؟ في حاجة بقى خد بالك من حاجة. يعني أنا قلت إن اللي أنا بشرحه ده إيه؟ كونفرجنس تمام؟ هتقولي طب لو حصل تغيير هيصبر ده كله؟ لا أنت بتتكلم ساعتها إيه تشينج. فلو حصل تشينج حرفيا هيبعته لحظيا تريجرد تمام؟ إنما ده لما يكون الدنيا ستيبل تمام؟ يبقى الراوتر هيعمل إيه؟ هيبعت ال اس اي ريفرش. ال اس اي ريفرش ده المقصود بيها ال اس اي بتاعته. المقصود بيها ايه؟ ان كل راوتر هيبعت ال اس اي بتاعته لجرانه تاني كل نص ساعه. ده ات ستابيليتي. انا واحده مقتنعه جدا ان خطوه زي دي ملهاش اي 30 لازمه اساسا لان لو حصل تغيير اساسا هيبعته في لحظتها تريجرد وخلاص تمام. امال عاملين خطوه زي دي ليه؟ بروتوكول الاو اس اف بروتوكول قديم قوي على فكره من الثمانينات. اول فيرجن اتعمل منه كان 87 و88 تمام من الثمانينات تمام. فالمفترض اساسا ان سرعات الشبكات زمان ما كانتش ريلايبل زي دلوقتي صح. فكل اللي فيها قال لك ايه؟ والله لو حصل تغيير هنبعته تريجرد. بس افرض لاي سبب من الاسباب كل ما نبعته تريجرد مش يوصل اتليست كل نص ساعه نبدا ان احنا نرسم التوبولوجي تاني من اول وجديد ابقى ضامنه ان الشبكه بتاعتي ستيبل تاني. انما دلوقتي حاجه زي دي بالمقارنه يعني بالشبكات اللي احنا فيها ملهاش اي لازمه تمام. بروتوكول الاي اي جي ار بي ده احدث من الاو اس اف بالمناسبه تمام. اللي هو بتاع سيسكو ده احدث من الاو اس اف. الخطوه دي مش موجوده فيه
الخطوه دي اصلا مش موجوده فيه. ها اقتنعت كده؟ طيب الخطوه اللي بعديها او الاكشن اللي بعديه ان الراوتر هيبعت له كل فتره، تمام؟ لسه مش عارفه الفتره دي قد ايه بالظبط، قلنا ليها سيناريوهات. As I keep alive يعني مثلا كل 10 ثواني مثلا عبد الرحمن اسف الهاني كده عم رحنا برق له، صحي يا هاني كل 10 ثواني وانا هاني صحي، تمام؟ عشان اتاكد ان هو الايف ان هو مش نايم. يبقى نفس الفكره، كل راوتر يبعت اساسا لجاره كل 10 ثواني كده او كل فتره، هفترض ان هي 10 ثواني، كانه بيبنج عليه يتشك عليه نام ولا لسه صاحي. واضحه كده الفكره؟ تمام. زي مين بقى النهارده اللي نايم خالص معانا في الخط؟ الواد محمود. ايه؟ والله محمود صح. ماشي. ندخل بقى في المرحله اللي بعديها اللي هي ات تشينج. ايه اللي هيحصل دلوقتي ات تشينج؟ قال لك the router will send virtual triggered update. الراوتر هيبعت ايه؟ virtual triggered update. يعني ايه؟ يعني هيبعت التغيير اللي حصل بس virtual، مش زي الريب الغبي، تمام؟ الريب كان كل 30 ثانية يروح باعت فول راوتنج تيبل، حصل عليه تغيير يبعت فول راوتنج تيبل، مش بيسكت اصلا. رغاي زي مين؟ فاروق. زي فاروق، تمام؟ تمام. المهم تاني ان الرب اساسا بيتبعت ايه؟ اسفه الرب الرب كل 30 ثانية ها فول راوتنج تيبل. ده في حاله الاستابيليتي، تمام؟ حصل تغيير فول راوتنج تيبل، ايه يا عم في انت معجب قوي بالفول راوتنج تيبل؟ انما هنا لو حصل تغيير هيبعت التغيير اللي حصل بس فيرتشوال، تمام؟ وهيبعته تريجر. يعني ايه تريجر؟ في لحظتها اول ما يحصل تغيير يبعته في لحظتها بس. واضحه كده؟ تمام. احنا اتفقنا ان اللينك ستيت راوتنج بروتوكول في منه اثنين بروتوكول، اللي هو الاو اس بي اف والثاني اللي هو اي اس اي اس، تمام؟ اللي هنركز عليه الـ OSPF Open Shortest Fast First، تمام؟ يعني ايه؟ يعني ايه Open Shortest Fast First؟ المقصود بيه افتح اسرع طريق اولا؟ لا، مش احنا لسه قايلين ان الالجوريزم اصلا بتاع ديشكسترا هو بنفسه كان مسميه Shortest Fast First؟ مش هو كان مسميه Shortest Fast First؟ الالجوريزم ده بقى Open Source Code. Open ايه؟ يعني يشتغل على سيسكو، يشتغل على جينيبر، يشتغل على هواوي، على مايكروسوفت لغايه ويندوز سيرفر 2003. كان ينفع ان انت تشغل الاو اس بي اف على ويندوز سيرفر 2003 ابتداء من ويندوز سيرفر 2008، للاسف بقى بيسبورت ريب بس. تمام؟ تمام؟ يبقى تاني اوبن ده مش معناه كترجمه افتح اقصر طريق اولا، لا، معناه ان الالجوريزم ده اوبن سورس كود. تمام؟ طيب بالنسبه للهيدو، احنا قلنا من شويه ان الهيلو دي المسج اللي بتتبعت كل شويه ما بين الراوترز، تمام؟ طب الهيلو دي بيبقى جواها ايه؟ احنا تخيلناها ان هي صندوق فيه شويه معلومات، منها على سبيل المثال معلومه اسمها الريد، منها معلومه اسمها نتورك اي دي اند سبنت ماسك، منها الهيلو انترفال الديد انترفال الاوثنتيكيشن اند اوثنتيكيشن تايب، في كمان الاريا اي دي، في البريورتي، في الريد اوف ديزيجنيتد راوتر اللي بنسميه الدي ار، تمام؟ بيبقى جواه الريد اوف باك اب designated router اللي بنسميه ال VDR، تمام؟ تمام زي الفل. بناء على اللي احنا اخدناه لغايه دلوقتي اللي نقدر نستوعبه هنا الريد الى حد ما، عرفنا ان الريد رقم يونيك على مستوى كل راوتر وتخيلنا ان هو رقم البطاقه، النتورك اي دي اند سبنت ماسك متهيألي واضحه الى حد ما، فهمنا ان هيلو انترفال والديد انترفال، الاوثنتيكيشن اند اوثنتيكيشن تايب مثالي ما فيش مشاكل، تمام؟ الباقي ده بقى تعالوا ندخل بقى في توبيك جديد نشرح فيه كل القيم اللي قدامكم دي. فهندردش بقى دلوقتي عن الـ OSPF Network Types. الـ OSPF عرف عندي الشبكات كلها
لثلاث انواع من الشبكات. لكم نوع؟ ثلاث انواع من الشبكات. هندردش دلوقتي بالتفصيل عن نوعين منهم، والنوع الثالث هنجيب صورته خفافي قوي قوي دلوقتي بعد ما نخلص الجزء ده، لكن مش هندخل فيه في اي تفاصيل، تمام؟ وهيدرس نظري، نظري بس في اخر الكورس بتاعنا باذن الله، لكن مش هنتعلم ازاي هشغل عليه اوس بي اف، ده بقى ان شاء الله بعد كده بقى، تمام؟ طيب اصلا النوع الثالث ده في منه 5 مود لوحده اساسا يعني، تمام؟ خلينا في النوعين اللي علينا. اول نوع اللي هي شبكات البوينت تو بوينت، النوع الثاني من الشبكات اللي هي شبكات البرودكاست سيجمنت، تمام؟ بوينت تو بوينت، قلنا قبل كده كلمه بوينت تو بوينت معناها، مش اقصد يا واد كترجمه، اقصد يعني ايه اصلا؟ ان تو راوترز كونكتد بايه؟ الله يحرقكم، يعني ايه كونكتد ببعض؟ كونكتد بكابل السريال، ما هو اكيد كونكتد ببعض. اقعد انت اهو، اصحى تاني. بوينت تو بوينت معناه ايه؟ كونكتد ببعض. بوينت تو بوينت معناه ايه؟ تو راوترز كونكتد بايه؟ لا بكابل السريال، تمام؟ برودكاست بقى المقصود بيها ان انا عندي برودكاست سيجمنت اللي هي المقصود بيها راوتر اسفه سويتش، والراوترز بتاعتي كونكتد عليها. السلكه اللي تحت دي مش اقصد بيها خالص ان ده بس بالجي، تمام؟ ده المقصود بيه ايه؟ سويتش، تمام؟ والسويتش موصل على الراوترز، تمام؟ افترض بقى دلوقتي ده ار 1 ار 2 3 4 5 6 7، تمام؟ تعالوا نشوف الاول الحاجات المشتركه ما بين الاثنين توبولوجي، وبعد كده نشوف الاختلافات اللي ما بينهم. اول حاجه بالنسبه للهيلو على الاثنين بتتبعت على ديستنيشن مولتي كاست ادرس 224.005، بتتبعت على ايه؟ باي ديفولت بتتبعت على 224.005، تمام؟ طيب تاني حاجة مشتركة ما بينهم ان الهيلو انترفال قيمتها 10 ثواني، تمام؟ تالت حاجة ان الديد انترفال قيمته 4 تايمز الهيلو اللي هي كام؟ 40 ثانية. طب ليه انا مش قلت مثلا 40؟ ليه قلت 4 تايمز الهيلو؟ لان اصلا قيمة الديد بتتغير بناء على الهيلو. قيمة الديد بتتغير بناء على الهيلو، مينينج لو انا جيت دلوقتي على الراوتر خليت قيمة الهيلو انترفال غيرتها خليتها 5 ثواني لوحده، هلاقي الديد انترفال قيمته 20 بالظبط 20، تمام؟ لكن العكس لا، لو غيرت الديد انترفال مش بيأثر على الهيلو انترفال. وضحت كده؟ دي الحاجات المشتركة اللي ما بين الاثنين. تعالوا نشوف بقى الاختلافات ما بين الاثنين توبولوجي. بالنسبة للبوينت تو بوينت، ار 1 هيبعت لار 2 ال اس اي، وار 2 هيبعت ال اس اي لار 1 وانتهينا، صح؟ طيب بالنسبه للتوبولوجي بقى ده البروكاست، ار 1 مطلوب منه يبعت الهيلو لمين؟ لار 2 وار 3 وار 4. ار 2 مطلوب منه ايه؟ يبعت للكل. ار 3 للكل، صح؟ تمام؟ يبقى كل راوتر مطلوب منه يبعت ال اس اي للكل، مش بس كده، ده مطلوب منه اصلا يبعت اللينك ستيت داتا بيز، تمام؟ تعالوا نتخيلها ازاي؟ تعالوا نشوف المشكلة اللي هتحصل هنا. هفترض دلوقتي إن كان عندي هنا راوتر ار 8، ار 8 ده أنا لسه مدخلاه في الشبكة. لسه موصلاه في الشبكة. أول ما توصله في الشبكة هو بنفسه هيروح باعت لينك ستيت ريكويست ال اس ار. إيه اللينك ستيت ريكويست ده بقى؟ بيقول لهم يا جماعة لو سمحتم إديني كوبي من ال اس اي أو ال اس دي بي للدكتور. أنا عايز كوبي من اللينك ستيت ريكويست. تمام؟ مين هيرد عليه؟ دلوقتي كلهم هيردوا عليه. اشبهها لكم بايه عشان نقدر نستوعبها؟ النهارده عبد الرحمن غايب، تمام؟ لو المره اللي جايه مثلا اول ما جه يدخل اللاب كلنا كنا قاعدين، اول ما يدخل اول حاجه هيقولها هو احنا اخذنا ايه او انتوا اخذتوا ايه المره اللي فاتت؟ كلنا في نفس الوقت هنقول له النظري بتاع بروتوكول الاو اس بي اف. الوقت هيحصل له ايه؟ هيتلجبج كده ويتلخبط كده ويفضل شويه مهنج كده لغايه ما في الاخر يستوعب ان كلنا في النهايه بنقول نفس المعلومه. لكن لو انا قلت لكم يا جماعه من اولها اهو بلاش حد يرخم عليه من اولها، لو جه المره الجايه باذن الله انا الوحيده اللي هرد عليه، اول ما يجي يدخل اخذنا ايه؟ انا الوحيده اللي هرد عليها اقول له اخذنا بروتوكول الاو اس اف، هيستوعبها من اول مره ولا لا؟ تمام؟ نفس الفكره هنا بالظبط. الاول الاو اس بي اف في منه 3 فيرجن، في منه كام فيرجن؟ او اس بي اف فيرجن 1 فيرجن
تقوم. وبالنسبه لفيرجن 3 مش هنجيب سيرته دلوقتي لان فيرجن 3 ده اللي هو بتاع اي بي فيرجن 6. الاثنين الاولانيين فيرجن 1 وفيرجن 2 دول المخصصين لاي بي فيرجن 4، لكن فيرجن 3 ده بتاع مين يا شباب؟ اي بي فيرجن 6. تمام. بالنسبه لفيرجن 1 مش هيتعمل له امبلمنتيشن على ارض الواقع لان طريقه التفكير بتاعته كانت زي ما انا قلت لكم كده دلوقتي. لما جم مثلا يركبوا راوتر جديد ار 8 في الشبكه، تمام، كلهم بيردوا عليه في نفس الوقت بنفس الداتابيز، يفضل مهنك كده يقعد 5 دقايق كده مهنك لغايه ما في الاخر يكتشف ان كل المعلومات دي كوبي من بعض، في النهايه هي واحده بس، يبدا يعمل دروب لكل المعلومات دي ما عدا واحده بس. تمام. فلاقوا ان الراوتر بيهنك، عشان كده قال لك لا لا لا، طريقه التفكير دي مش عايزين نشتغل بيها. امال صلحوا كل بقى الحاجات دي اساسا في فيرجن 2. فيرجن 2 اصلا نزل بعد فيرجن 1 بسنه، يعني مش الفرق بينهم كبير، ده السنه اللي بعديه على طول. تمام. طريقه التفكير بتاعته قال لك ايه بقى؟ ايه رايكم ننتخب رئيس كده للقعده، رئيس ونائب رئيس. تمام. فهننتخب مثلا ار 4 ده يبقى الدي ار راوتر، الديزجنيتد راوتر، ولسه مش قلت حاجه تضحك. تمام. هننتخب ايه رئيس كده للقعده هنسميه ديزجنيتد راوتر، وبالنسبه للباك اب او نائب الرئيس بنسميه باك اب ديزجنيتد راوتر. بالنسبه للغلابه بقى الباقيين الشعب ده بنسميه دي ار اذر. بقيت الناس ايوه تمام، بقيت الراوترز بنسميها ايه يا شباب؟ دي ار اذر. تمام. بحيث دلوقتي ان كل الراوترز هتبعت كوبي من ال اس اي للدي ار، وكوبي كمان للبي دي ار. طب للبي دي ار ليه؟ هو ايه لازمته؟ هو البي دي ار اساسا بيلكت نفسه، بينتخب نفسه اول ما دي ار بيقع، يعني لو الدي ار اصلا وقع البي دي ار بيقوم بالمهام بتاعته، عشان كده برضو لازم يبقى عنده كوبي من كل ال اس اي. تمام. يبقى تاني كل الراوترز هتبعت ايه؟ ال اس اي بتاعتها لمين؟ للدي ار والبي دي ار على المولتي كاست ادرس 224.0.0.6. بمعنى مجرد ما بيحصل انتخابات للدي ار والبي دي ار، وهنعرف دلوقتي بتتم ازاي ان شاء الله. تمام. هما بس اللي بيلسنوا على المولتي كاست ادرس 224.0.0.6، وكله كل الراوترز سواء دي ار اذر او الدي ار او البي دي ار كلهم بيلسنوا على 5 عشان الهلو، على 224.0.0.5 عشان الهلو. تمام. يقوم بعد كده الدي ار يشوف كل واحد ناقصه ايه ويبعته له على 224.0.0.5. يبعته له على كام؟ على اساس ان كله بيلسن على 5. نرجع تاني للسيناريو بتاعي ار 8، مجرد ما انت هتوصله في الشبكه هيعمل ايه بقى؟ هيروح باعت الريكوست لمين؟ للدي ار بس، والبي دي ار لانه هيبعته على 6، الوحيد اللي هيرد عليه الدي ار. البي دي ار قلنا كل وظيفته وهو قاعد بس يلسن كده، اول ما الدي ار يقع يقلك نفسه مكانه. تمام. ده اللي انا شبهته لكم ان انا بس اللي هرد على عبد الرحمن. واضحه الفكره كده؟ اي حد وقع كده قدامي؟ تمام. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى تاني كل الراوترز هتبعت ايه؟ ال ال اس اي للدي ار والبي دي ار. يبدا الدي ار يشوف كل واحد ناقصه ايه يبعته له عن طريق، بحيث ان الداتابيز في النهايه تكون سنكرونايزد على مستوى التوبولوجي اللي قدامكم ده بالكامل، اللينك ستيت داتابيز تكون واحده على كل الراوتر. واضحه الفكره بقى دلوقتي؟ هاو تو الكت ذا دي ار، ازاي اصلا بننتخب رئيس للقعده؟ تمام. هنكتشف دلوقتي ان سياسه الانتخابات بتاعه الاو اس اف نسخه طبق الاصل من سياسه الانتخابات اللي موجوده على ارض الواقع. منوفي. تمام. هاو تو اللت ذا دي ار. يا ولا خليك معايا هنا. قال لك في البدايه خالص هنقعد نضحك فيه بقى عشان منوفي، خليك معايا هنا ركز هنا. ها هاو تو اللت ذا دي ار. قال لك اول حاجه ذا فيرست راوتر ذات كمز اب وذين 40 seconds. الراوتر اللي هيقوم الاول اللي هيشتغل عليه الاو اس بي اف الاول هيبدا يقول لهم يا جماعه كبركم 40 ثانيه، ها لو حد عايز يدخل قصادي في الانتخابات انا سامح لك اهو. طب لو عدى 40 ثانيه خلاص مسك في الكرسي. تمام. اللي بعديه اللي هيقوم بعديه هيبقى ايه؟ البي دي ار. طب افرض دلوقتي ان حصل تاي، بمعنى كذا راوتر قاموا مع بعض في نفس الوقت، مش كده حصل تاي؟ مين اللي يكسر التاي؟ قال لك ذا راوتر ويز ذا هايت بريورتي، الراوتر اللي ليه اعلى
البريورتي. البريورتي ده قال لك رقم من 0 لغايه 255 تمام. الراوتر اللي ليه بريورتي اعلى هو ده اللي بيبقى الدي ار، هو ده اللي بيبقى ايه الدي ار. الديفولت بريورتي 1 على كل الراوترز، 1 1 1 دي ديفولت بريورتي تمام. الراوتر اللي انا اصلا مش عايزاه يشارك في عمليه الانتخابات بديله بريورتي 0، يبقى الراوتر اللي مش هيشارك في عمليه الانتخابات اصلا بنديله بريورتي كام؟ 0. كل ما الرقم يكون اعلى كل ما يكون ده الدي ار تمام. فافترض دلوقتي ان انا عايزه ار 6 يبقى هو الدي ار وار 7 هو البي دي ار. نعمل ايه؟ هاجي سي مثلا دلوقتي على ار 6 اديله بريورتي مثلا 6 ماشي اوكي اي حاجه تمام، وده سي مثلا هديله 5 تمام. لو قعدت مستنيه 100 سنه ان ار 6 يبقى هو دي ار مش هيحصل. ليه؟ ما انا لسه قايله ان اللي بيقعد على الكرسي مش بيسيب، فلازم نتعلم كمان شويه ازاي نشد كده غصب عنه تمام عشان يحصل انتخابات على بقيه الراوترز الجديده تمام. انما باي ديفولت دي ار والبي دي ار مسيطرين، هيفضلوا قاعدين على نفسنا لغايه ما نوقعهم، بعد كده يحصل الكشن على بقيه الراوترز تمام كده. طيب ده بالنسبه للبريورتي. طيب ما هو باي ديفولت انا لسه قايله ان البريورتي بكام؟ البريورتي بكام يا انت وهو؟ انت خفت؟ البريورتي بكام؟ بواحد باي ديفولت تمام؟ طيب كده باي ديفولت هيحصل تاي، ساعتها مين اللي يكسر التاي؟ قال لك ذا راوتر وذ ذا هايست ريد. ايه الريد ده؟ احنا لسه قايلين ان الريد ده بيبقى رقم بطاقه راوتر، وده بيبقى قيمه من 32 بت. 32 ايه؟ بت تمام؟ في حاجه شائعه عندنا جدا في شغلنا 32 بت اللي هي الاي بي. مش الاي بي دايما 32 بت يا شباب؟ يبقى معنى كده ان الاي بي يصلح ان هو يكون الريد بتاع الراوتر؟ اه. للدقه بقى الريد بتاع الراوتر بيتحسب ازاي؟ قال لك بكذا طريقه. الراوتر ماست يبقى له ريد. اول طريقه مانيوالي كونفيجرد. يعني ايه مانيوالي كونفيجرد؟ يعني انا هاجي على الراوتر بايدي اقول له انت يا راوتر الريد بتاعك كذا، وش كده تمام؟ بياخد شكل الاي بي، انما مش شرط يكون يصلح كاي بي. بمعنى لو انا قلت لك 0000.0.0.255 ده ينفع اي بي لكن ينفع ريد. اتفقنا؟ طيب لو انت دلوقتي صراحه كده مش حطيت ريد بايدك، ساعتها الريد هيبقى ايه؟ قال لك ذا هايست اي بي اوف لوب باك انترفيس. اعلى اي بي بس مش على انترفيس حقيقي، اعلى اي بي على ايه؟ لوب باك تمام. افرض دلوقتي الراوتر ده انت مش كنت مكريت عليه لوب باك انترفيس، ساعتها الريد هيبقى ايه؟ قال لك ذا هايست اي بي اوف فيزيكال انيبلد انترفيس. اعلى اي بي على انترفيس فيزيكال، انترفيس حقيقي، بس يكون الانترفيس ده انيبلد. انيبلد يعني ايه؟ يكون قايم اب، مش يكون شوت داون، مش يكون داون، يكون قايم تمام. هنت بس كده بسيطه، قلنا تاني الريد يا اما انت تحطه بايدك، لو انت مش حطيته بايدك بيبص على اعلى اي بي لوب باك، حتى لو انت ما كنتش شغلت عليه او اس اف، حتى لو ما كنتش شغلت عليه ايه؟ او اس اف. لو ما فيش لوب باك انترفيس بيبص على اعلى اي بي على انترفيس حقيقي، حتى لو ما كنتش شغلت عليه الاو اس اف. واخدين بالكم ان هو بيفضل اللوب باك عن الانترفيس الحقيقي؟ لان اللوب باك دايما اب، الا اذا انا كادمن اللي دخلت جواه وقلت له شوت داون، صح؟ انما ميزته انه دايما اب، لكن الانترفيس الحقيقي ممكن يبقى داون، افرض شديت الكابل منه تمام؟ يبقى معنى كده انه بعد الريستارت الريد بتاع الراوتر هيتغير. لو عملت ريلود الراوتر تمام؟ الريد بتاع الراوتر هيتغير، والمشكله هتبقى في ايه؟ ان في كونفيجريشن ساعات بتبقى معتمده على الريد، فمعنى كده ان الريد لما يتغير الكونفيجريشن اللي انت عملتها هتبقى غلط. عشان كده افضل طريقه ان انا اعمل هارد كود للريد بايدي، يقع بقى الانترفيس اللي باك اعمل له شت داون ادلته مش فارق معايا، الانترفيس هي واقع مش فارق معايا، المهم ان انا عملت هارد كود لمين؟ للريد بايدي تمام. نرجع تاني، مين الريس اللي قام الاول في خلال 40 ثانيه تمام. طيب لو كل الراوترز قامت مع بعض هيحصل توي، مين اللي يكسر التوي؟ الراوتر ليه بريورتي اعلى، البريورتي باي ديفولت واحد بواحد، يبقى باي ديفولت هيحصل تاي تمام. ساعتها مين اللي يكسر التاي؟
الراوتر اللي ليه رد اعلى ماست يبقى عندي دي ار. تمام؟ تاني راوتر ليه رد اعلى هيبقى البي دي ار. تمام؟ طيب قلنا تاني، هفترض دلوقتي بقى في السيناريو ده ان انا عليت البريورتي على ار 6 وعليت البريورتي، او قبل ما اقول السيناريو ده معلش انا اسف عشان بس سؤال ساعات بيجي لكم في الدوري يوضح حتى معانا اكتر واكتر. لو انت دلوقتي جيت على الراوتر كده قلت له شو اي بي انترفيس بريف، تمام؟ لقيت الراوتر ده عليه كذا انترفيس، لوب باك 0 لوب باك 1، بالنسبه للاي بي بتاع لوب باك 0 هفترض ان هو حيك، لوب باك 1 ده هفترض ان هو 1 2 2 2 وعليه انترفيس فاست 0 على 0 الاي بي بتاعه 10 1 وفاست 1 اوفر 0 الاي بي بتاعه 11 0 0 1. تمام؟ يجي لك في السؤال الدولي يقول لك ايه في الامتحان الدولي؟ يقول لك الراوتر ده انا مش حطيت عليه رد بايدي، مش عملت هارد كود لقيمه الرد بايدي. الرد بتاع الراوتر ده يبقى كام؟ 1.2 بالظبط. تمام؟ اعلى اي بي على لوب باك، ما تبصش للرقم ده ماليش دعوه بيه، انا ببص على الاي بي ذات نفسه. فاول حاجه خالص بتبص على الليست سيجنفيكانت بت، اخر بت من ناحيه الشمال، فحالتي حصل فيها طاي هنا اللي بعديها هنا واحد هنا اثنين، يبقى فعلا هو ده الريد بتاع الراوتر ده. مين يا شباب؟ الريد بتاع الراوتر. طب افرض دلوقتي ان الراوتر ده انت مش كريت عليه اساسا لوب باك، ساعتها الريد بتاع الراوتر ده هيبقى ايوه 11 0 0 1. وضحت كده؟ طيب نرجع تاني. قلنا تاني الراوتر اللي بيمسك في الكرسي مش بيسيبه، تمام؟ طيب نتصرف ازاي بقى؟ نعمل ايه؟ قدامك كذا حل. اول حل ان انت تيجي على الدي ار والبي دي ار الاثنين يشتغلوا في نفس الغلطه، الدي ار والبي دي ار لما توقع الراس مش تسيب له ديل، تمام؟ وقعت السيستم يبقى السيستم ككل، تمام؟ تيجي على الدي ار والبي دي ار تعمل لهم ريلود، تعمل لهم ايه؟ ريلود. ما احنا عارفين ان السيسكو بتطول شويه في الريلود، فلما يقعوا بقيه الدي ار اذرز لقوا كده مفيش دي ار او بي دي ار، هيبداوا ان هم ينتخبوا بناء على الرولز اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ اللي قام الاول ما كلهم قايمين، اللي ليه بريورتي اعلى يبقى في حالتي ار 6 هيبقى الدي ار وار 7 هيبقى البي دي ار. يجي يقوم الدي ار والبي دي ار الاصليين 4 ار 4 وار 5 هيكون خلاص حصل انتخابات فيرجعوا دي ار اذر، هيرجعوا ايه؟ تمام؟ مشكلتي بس مع الطريقه دي انا مش حبيها. ليه؟ الريلود على سيسكو بيطول. افرض ان انت محتاج الراوتر دلوقتي ان هو يفضل قايم، تمام؟ عندك حل تاني، ايه هو؟ ان انت تيجي على مين؟ الدي ار والبي دي ار الاثنين، بدل ما ترست الراوتر ككل انت ممكن ان انت ترست جزئيه الاو اس بي اف اس، ترست ايه؟ البروسيس بتاعه الاو اس بي اف اس عن طريق كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. يبقى انت كده مش بترست الراوتر ككل، انت بترست مين؟ جزئيه الاو اس بي اف بس، تمام؟ انا برضو مش بفضل الطريقه دي لان ساعات من كتر السرعه بتاعتها سريعه جدا اولموست اقل من ثانيه، من كتر سرعتها ساعات مش بلحق ان انا اظبطها صح، تمام؟ في طريقه ثالثه ايه هي؟ ان انت تيجي على الدي ار والبي دي ار اللي هو ار 4 وار 5 تخلي عليهم البريورتي بزيرو، حرفيا لحظيا هيتخلى عن السلطه. لحظيا ايه؟ هيتخلى عن السلطه. ارجع تاني عندي البريورتي مفيش مشاكل، بس هم خلاص مجرد ما تخلوا عن السلطه بقيه الراوترز هيكونوا انتخبوا اوريدي واحد. وانا عن نفسي دي اكتر طريقه بفضلها. تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان يحصل بريهمشن استيلاء على السلطه من بقيه الراوترز. تمام؟ في طريقه رابعه ايه هي؟ ان انت تيجي على الدي ار والبي دي ار تعمل شوت داون للبورت بتاعهم. هتعمل ايه؟ شوت داون. هيحصل دلوقتي انتخابات على مستوى بقيه الراوترز. ارجع تاني اعمل نو شوت داون، تمام؟ بس الفكره بقى ان ار 4 مجرد ما يدخل هيدخل بوظيفته القديمه ان هو الدي ار، هيلاقي فيه دي ار، هيلاقي فيه ايه؟ دي ار، اتنين دي ار اهو مش ينفع فهيتخانقوا. هيرفع على مين؟ اللي قام الاول، الاثنين قايمين مع بعض، اللي ليه بريورتي اعلى، انا جهزت ده دي بريورتي اعلى بقى ده دي ار. وده نفس الكلام هيتخانق مع ار 7 فده اللي هيبقى البي دي ار. عشان ليه تاني اعلى بريورتي. يبقى تاني عشان تجبر الدي ار والبي دي ار اللي قدام ان هم يتخلوا عن السلطه، يا اما ان انت تعمل لهم ريلود الاثنين، لانك لو وقعت الدي ار لوحده البي دي ار هيقلب نفسه مكانه، تمام؟ يا اما تعمل ريستارت للبروسيس بس عن طريق امر كلير اي بي او اس بي اف بروسيس، تمام؟ الطريقتين دول انا مش بفضلهم. الطريقه الافضل بالنسبه لي ان انت تخلي البريورتي عليهم ها
بزيرو ارجع تاني عليها مفيش عندي مشاكل بس هيكونوا خلاص حصل انتخابات جديده تمام. الطريقه الرابعه ان انت تعمل شوت داون للبورت بتاعه الدي ار والبي دي ار. بالمناسبه التوبولج اللي قدامي ده في البرودكاست هنا مش فارق معايا خالص مين هو الدي ار ولا مين هو البي دي ار لان كده كده الداتا بيس بتبقى واحده على الكل في النهايه. في سيناريوهات معينه بس مش هناخدها في الكورس بتاعنا. سيناريوهات بعد كده ادفانسد بعد كده في كورسات ثانيه في الان بي تمام. في سيناريوهات معينه الدي ار لازم يبقى راوتر معين يا اما الشبكه هتقع. انما في التوبولج ده مش فارق معايا مين هو الدي ار او البي دي ار. لكن فعلا فعلا في انواع من التوبولوجيز لازم اجي على راوتر معين هو اللي يبقى الدي ار يا اما الدنيا مش هتشتغل اصلا. واضحه؟ طب بالنسبه للتوبولوجي اللي هو البوينت تو بوينت ار واحد اتفقنا ان هو هيبعت ال اس اي لار 2 وار 2 هيبعت ال اس اي لار 1 وانتهينا صح؟ محتاجه دي ار؟ محتاجه بي دي ار؟ لا تمام؟ وعشان كده هنا اساسا مش بيحصل اي الكشن لدي ار او بي دي ار تمام؟ وعشان كده لو جيت تقول له امر معين مين الدي ار مش هيجيب لك سيرته اصلا. وبرده البريورتي هتبقى بزيرو مش انا لسه قايل البريورتي ديفولت بواحد الا في التوبولوجي بتاع البوينت تو بوينت البريورتي دايما بزيرو عشان اضمن ان مش يحصل الكشن لدي ار او بي دي ار لدرجه ان انا حتى لو عليتها بايدي هتنزل برده للزيرو عشان تاني يضمن ان مفيش ايه دي ار او بي دي ار تمام. احنا اتفقنا ان انا عندي كام نوع من انواع التوبولوجي او كام نوع من انواع الشبكات؟ ثلاثه. اول نوع بوينت تو بوينت. النوع الثاني برودكاست. في نوع ثالث اسمه شبكات ال ان بي ام اي نون برودكاست ملتي اكسس تمام. ده مش هناخده خالص في الكورس بتاعنا ازاي اشغل عليه OSPF. احنا هناخد عنه اوفر فيو بسيط بس في اخر الكورس كنظري انما مش هنشغل عليه OSPF في الكورس ده تمام. الهيلو بتاعته بتتبعت على المونتي كاست ادرس 224.005 ده الديفولت تمام. وبالنسبه للهيلو انترفال قيمتها بتبقى 30 ثانيه وبالنسبه للديد انترفال قيمته هتبقى كام؟ 4 تايمز الهيلو يعني 120 ثانيه. انا جبت سيرته بس عشان ااكد لكم معلومه قلتها في اول اليوم ان قيمه الهيلو انترفال والديد انترفال مش حاجه ثابته بناء على نوع النتورك اللي انت مشغل عليها بروتوكول الاو اس اف. ها وضحت كده؟ طيب نرجع بقى تاني كده فوق. الريد وضحت؟ هيلو انترفال وديد انترفال تمام. الاري اي دي لسه مش فاهماها. البريورتي الريد بتاع الدي ار والريد بتاع البي دي ار فيهم اي مشاكل؟ يبقى كده ناقص لي مين؟ الاريا اي دي. كده ناقص لي بس ايه؟ الاريا اي دي تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده توبولوجي زي ده. عندي راوتر الثاني الثالث الرابع خامس تمام؟ هفترض ان انا عندي المجموعه دي من الراوترز متوصله ببعض تمام. ار واحد ار اتنين تلاته اربعه خمسه سته. طيب شركه كبيره شويه عندها مجموعه من الراوترز تمام زي مثلا شركات السيرفيس برايدر. ما هي الراوترز بتاعتها هتلاقيها شغاله او اس بي اف متربطه على مستوى الجمهوريه. في شركات سيرفيس برايدر في مصر مشغله منطقه الكور بتاعتها اصلا ببروتوكول او اس بي اف تمام. فلو حصل عندي دلوقتي تشينج على الراوتر ده شبكه وقعت شبكه انضافت الراوتر هيتصرف ازاي؟ قال لك الراوتر هيبعت ال اس اي للراوترز كلها. تقوم الراوتر تستلم ال اس اي تبعتها لغيرها ان سو اون. ما هو حصل عنده هو كمان تغيير. تأثير ان الراوتر هيبعت ال اس اي ان الراوترز كلها هتبدا ان هي تران الدايشكسترا الجوريزم تاني من الاول المعادله بتاعت الدايشكسترا. مشكلتي مع المعادله بتاعت الدايشكسترا ان هي معروف ان هي بتعمل لود عالي على البروسيسور. مشكلتي معاها في ايه؟ ان هي بتعمل لود على البروسيسور تمام؟ طيب وعشان كده الديزاين الصح بقى ان انت تيجي على كل مجموعه كده من الراوترز تحطها في اريا. تحطها في ايه؟ في اريا. يعني على سبيل المثال هبدا ان انا اقسم الشبكه بتاعتي دي لاثنين اريا. تعالوا الاول نعرف تاثير الاريا ايه وبعد كده بتتعمل ازاي. تاثير الاريا ان لو حصل عندي دلوقتي هنا تشينج على الراوتر ده
هيقوم الراوتر باعت ال اس اي للراوترز اللي معايا في نفس الاريا بس. للراوترز ايه؟ اللي معاه في نفس الاريا بس. ثانيه واحده، ده معناه ان التغيير اللي حصل هنا مش هيسمع في الراوتنج تيبل بتاع الراوترز اللي جوه اريا ثانيه؟ لا هيسمع عادي جدا. بس الفكره اشبهها لكم بايه؟ نشبهها الاول وبعد كده نقارنها بالاو اس اف. انا دلوقتي من اللاب بتاعي بعرف اطلع على الانترنت ولا لا؟ هو انا اللاب بتاعي فيه راوتنج تيبل لكل الانترنت؟ لا. انا برمي على الراوتر اللي هو الديفولت جيت واي بتاعي وهو بعد كده بيتصرف. تمام؟ نفس الفكره بالظبط. انا هتخيل ان الراوتر اللي في النص ده كان ده الراوتر ودي اكست الكمبيوتر اللي عندي في الشركه. هتعرف توصل للشبكات الثانيه بس من خلال الراوتر ده كتشبيه. تمام؟ ازاي بقى؟ مش احنا قلنا ان ال اس اي في منها انواع؟ هنشوف في العملي باذن الله نوعين بس. تمام؟ لكن احنا اتفقنا ان في منها 7 انواع سبورتد على فيرجن 4 وفي نوعين زياده كمان سبورتد على فيرجن 6. تمام؟ في نوع منهم بيشيل كل المعلومات بتاعه الشبكات تتباعد جوه نفس الاريا. في نوع ثاني ال اس اي بياخد المعلومه النتيجه النهائيه بس، تمام؟ يبعتها للاريا الثانيه. يبقى ثاني لو حصل عندي تشينج دلوقتي على ار 1 الداش كاسترا هيشتغل جوه الراوترز اللي جوه الاريا دي بس، لكن المعلومه اللي ظهرت دي او اللي حصل فيها تغيير هتسمع في الراوتنج تيبل على ار 6 وار 7 وار 8 عادي جدا. ده ار 8 على ار 8 عادي جدا من غير ما يرنوا الداش كاسترا تاني من اول. يبقى انا وفرت اللود على الاجهزه بتاعتي ولا لا؟ سيسكو بتريكومند ان جوه الاريا الواحده يكون من 50 ل 70 راوتر على حسب طبعا اللود بتاع الشبكات بتاعتك وعلى حسب امكانيات الهاردوير، لان الاو اس بي اف بيحتاج راوترز محترمه شويه. واضحه؟ واخدين بالكم ان الراوتر اللي في النص ده وسيط ما بين الاثنين اريا؟ عليه انترفيس اريا وانترفيس اريا ثانيه، صح؟ عشان كده بنسميه اريا بوردر راوتر. بنسمي الراوتر ده ايه يا شباب؟ يبقى الاريا بوردر راوتر معناه ايه؟ ان راوتر عليه انترفيس في اريا وانترفيس في اريا ثانيه. تمام؟ اول اريا من كاريتها بتاخد رقم 0 وبنسميها باكبون اريا. بنسميها ايه يا شباب؟ باكبون اريا. وبالتالي اي راوتر جوه الاريا دي بيبقى اسمه باكبون راوتر. تمام؟ اي اريا ثانيه من كاريتها بتاخد اي رقم ثاني في مثلا اريا 10 مثلا، تمام؟ وبنسميها انترنال اريا. بنسميها يا شباب انترنال اريا. وبالتالي كل الراوترز اللي جواها بنسميها انترنال راوترز. واضح؟ طب ليه دلوقتي اساسا اريا زيرو دي بنسميها باكبون اريا؟ لان بعد كده لو ظهرت اي اريا بعد كده ماست يبقى فيها ايه؟ ها؟ لازم يبقى فيه راوتر عليه انترفيس على الاقل في اريا زيرو وانترفيس في الاريا الجديده اللي ظهرت. تمام؟ زي مثلا دي اريا 20 مثلا على سبيل المثال. تمام؟ طيب هفترض ان في اريا كمان ظهرت اهي. تمام؟ لازم يبقى فيه راوتر على الاقل فيه انترفيس واحد بس في اريا زيرو وانترفيس في اريا سي مثلا اريا 30. عشان كده سموها الباكبون، لان اي اريا بعد كده هتظهر مصد ان هو يكون كونكتد باريا زيرو اللي هي الباكبون. بالمناسبه لو انا دلوقتي الراوترز كلها حطها في اريا واحده بس، حط اي رقم مش فارق معايا ان هو يبقى زيرو، اي رقم مش فارق. تمام؟ افضل ان هو يبقى زيرو لسبب، عشان لو بعد كده قررت ان انت تكريت اريا ثانيه لازم ساعتها يبقى في اريا زيرو. يبقى لو الراوترز كلها في اريا واحده بس اي رقم وانتهينا، لكن لو في مالتيبل ارياز مصر يبقى في عندي اريا زيرو. واضحه؟ طب افرض بقى دلوقتي غصب عني ان انا وصلت السيناريو بالمنظر ده، اضطريت ان انا اكريت اريا مش كونكتد باريا زيرو. تمام؟ وبالتالي في هنا راوتر، في راوتر هنا سي مثلا هسميه ار 9. تمام؟ عليه انترفيس كونكتد باريا 10 وانترفيس كونكتد باريا 40 مثلا. انا غصب عني اتحطيت في سيناريو لا مش عادي، مش عادي. ما انا لسه قايله ان الاريا دي كل ما 10 ما ينفعش، لازم تكون اصلا كونكتد باريا زيرو دايركت. عشان كده انا سميتها باك بون، ده الديفولت. تمام؟ غصب عني زي بقى سي مثلا شركه وي موصله الراوترز بتاعتها في مصر كلها، تمام، عن طريق بروتوكول او سي اس، فالسنترال مثلا بتاع رمسيس انا حطيته في اريا زيرو بعد رمسيس ايه تحت
عندكم تحت ايه؟ بني سويف. تمام؟ حطيت مثلا السنترال بتاع بني سويف في اريا 10، غصب عني بعد كده السنترال بتاع الاقصر واسوان حطيتهم في اريا 20. ما هو معنى كده ان الراوترز اللي في السنترال بتاع الاقصر واسوان مش هتقدر توصل للراوترز اللي في سنترال رمسيس، ده باي ديفولت. طب اتصرف ازاي؟ هو هيشتغل بس باكسترا كونفيجريشن، في كونفيجريشن زياده انا لازم اعملها. ايه هي بقى الاكسترا كونفيجريشن؟ ان اجي على ار 9 تمام، اكريت ما بينه وما بين ار 5، ما هو ده اريا بورد الراوتر صح، واللي فوق ده برضو اريا بورد الراوتر، اكريت ما بينه وما بين ار 5 فيرتشوال لينك. اكريت ايه؟ فيرتشوال لينك. الفيرتشوال لينك ده عباره عن انترفيس وهمي مش اكتر، هو في الواقع بنتعامل معاه ان هو انترفيس وهمي، انا مش هوصل سلك دايركت ما بينهم، دي كونفيجريشن مش اكتر. هاجي على ار 9 اكتب عليه امر كده اقول له ان الفيرتشوال لينك بتاعك ما بينك وما بين ار 5 كذا، وار 5 نفس الكلام تمام، بنشبهه ان هو برينش كوبري رابط الاريا دي بالاريا دي، وساعتها الاريا اللي في النص دي ساعتها بنسميها ترانزيت اريا. بنسميها ايه؟ عارف لما تكون مسافر من دوله لدوله وتنزل في ترانزيت مطار ترانزيت كده في النص، نفس الفكره بالظبط تمام. يبقى اريا 40 تقدر ساعتها توصل لاريا 0 بس عن طريق ترانزيت اريا اللي هي اريا 10 اللي في النص. وبالمناسبه ينفع اريا 40 تبقى كونكتد هنا ب 50، كونكتد هنا ب 60، وكل واحده اساسا ترانزيت للي بعديها. واضح كده؟ تمام؟ طيب الشبكه اللي قدامي دي كلها هفترض ان هي الشبكه بتاعت تي داتا مثلا تمام، وان تي داتا شغاله بروتوكول او اس بي اس تمام. قررت بعد كده ان انا اربط اصلا الاوتونوموس سيستم بتاع شركه تي داتا بالاوتونوموس سيستم تاني بتاع شركه مثلا فودافون تمام، وهفترض ان فودافون شغاله ببروتوكول اي اس اي اس، يعني معنى كده ان هي شغاله براوتنج دومين مختلف، في راوتر هما وصل ما بينهم، هفترض ان الراوتر ده مثلا ار 10 يبقى عليه انترفيس تبع شبكه الاو اس بي اس، وعليه انترفيس تبع راوتنج دومين مختلف اللي هو في حالتي بروتوكول الاي اس اي اس تمام. ساعتها الراوتر ده كده بنسميه اوتونوموس سيستم بوردر راوتر، بنسميه يا شباب الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر. يبقى فرق ما بين الاريا بوردر راوتر والاوتونوموس سيستم بوردر راوتر، ايه الفرق ما بينهم؟ اريا بوردر راوتر معناه ان انا عندي راوتر جوه نفس شبكه الاو اس بي اس تمام، بس عليه كل انترفيس في اريا، عليه ايه؟ كل انترفيس في اريا مختلفه، ده بنسميه اريا بوردر راوتر. لكن اوتونوموس سيستم بوردر راوتر معناه ان عندي راوتر عليه انترفيس في الاو اس بي اس وانترفيس في راوتنج دومين مختلف. واضح كده؟ في اي اسئله في الجزء ده؟ تمام، يبقى كده فهمنا الاريا اي دي. كديزاين صح بقى الاو اس بي اس زي ما اتفقنا، لو الراوترز كتير المفترض ان احنا اصلا نقسمها ارياز تمام؟ يعني ناخد اكزامبل مثلا، من كام سنه كده الراوترز بتاعت هيئه الامنيه التعليميه كلها على فكره على مستوى مصر كانت متوصله او اس بي اس. فجم في فتره كده كل يوم فتره الظهر فتره الذروه الراوترز كلها تروح عامله ريستارت، كلها على مستوى الجمهوريه تروح عامله ريستارت تمام؟ ليه؟ الفكره ما كانوش عاملين ديزاين صح تمام؟ حاطينها كلها في نفس الاريا والراوترز كتير. فبالتالي لو حصل اي راوتر فيهم كابل انفصل كابل زاد مش عارفه ايه فتره الذروه في ترافيك زياده قوي على الراوترز على مستوى الجمهوريه تمام، فكانت الراوترز مش بتقدر تستحمل الباشكاسترا يبدا يشتغل تاني عليهم من اول وجديد فكان لود تمام. فالفكره كلها ان الصح كانوا يعملوا فيها ايه؟ يقسموا الشبكه بتاعتي لارياز، يقسموها لايه؟ لارياز، عشان يقللوا اللود على الراوترز، اللود اللي هو بتاع الباشكاسترا الجوريزم. وضحت كده؟